السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف أشارك معكم واقعة حدثت خلال المباراة بين الوداد وشبيبة القبائل. بداية بالندوة الصحفية التي كانت كارثية. اضطر التونسي مهدي النفطي مدرب الوداد الرياضي إلى مغادرة الندوة الصحفية التي تلت خسارة الفريق الأحمر أمام شبيبة القبائل الجزائري بهدف نظيف ضمن ثاني مباريات دور المجموعات بدور أبطال إفريقيا لكرة القدم. وخلال حديثه عن مجريات مباراة الوداد والشبيبة، لم يستطع النفطي إكمال الندوة بسبب استفزازات بعض الصحفيين الجزائريين وسط مجريات الندوة. وعندما كان يفسر أطوار اللقاء، بدأ يعض الصحفيين بتحريك الكراسي ووضع الميكروفونات وسط حديث النفطي، مما أدى إلى مغادرة الأخير لقاعة الندوات. وقبل مغادرته قال النفطي: كنا ننتظر مباراة معقدة وصعبة وعرفنا أننا سنعاني خلال المباراة. تجدر الإشارة إلى أن السلطات الجزائرية استفزت فريق الوداد الرياضي قبل المباراة بحرمان الطاقم الإعلامي لفريق الوداد من إدخال معدات التصوير إلى الجزائر، بالإضافة إلى تجييش الجماهير ضد الفريق المغربي مع تسجيل رفض وضع العلم المغربي في ملعب 5 جويلية، الشيء الذي جعل مسؤولي فريق الوداد بالاحتجاج ليتم نزع العلم الجزائري أيضا من الملعب. ما رأيكم في هذه التصرفات الصبيانية في بطولة قارية؟ اتركوا رأيكم في التعليقات ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. وصلنا إلى نهاية الحلقة، كنتمنى أنكم استمتعتم بالمشاهدة. ما تبخلوش عنا بالضغط على زر لايك وكذلك اشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم.